أنا أتدور جوعاً كالعادة. شكراً لك. اهدأ، لقد بدأت بالفعل، أوشكت على الانتهاء. أنت الأفضل. شكراً. شكراً لك، لقد رأيتك بالخارج. عن ماذا كنت تتحدث؟ عن الديمقراطية ومدى أهمية معرفة ما تقوم بالتصويت عليه، لأنك سوف تصوت. لا، أنا لست مواطناً سويدياً. لكن ألم يتم تسجيلك لأكثر من 3 سنوات؟ نعم، لمدة 5 سنوات. ولكن بعد ذلك يمكنك التصويت في انتخابات المجالس البلدية والمحلية. أها، وكيف أفعل ذلك؟ ما تفعله عند التصويت؟ سوف تتلقى بطاقة التصويت عن طريق البريد. احضر بطاقة التصويت الخاصة بك وبيانات الاعتماد إلى القاعة الخاصة بك. في القاعة اختر أوراق الاقتراع وتشمل أيضا المظاريف، واذهب خلف الشاشة. إذا كنت تريد التصويت لممثل خاص، لا علامة على اسم واحد فقط في كل بطاقة اقتراع، وإلا فسيكون باطلا. ضع ورقة المتداول في المغلفات المنسوجة. اترك المظاريف وبطاقات التصويت الخاصة بك وبيانات الاعتماد إلى الناخب. يسجل الناخب أنك قمت بالتصويت. عند التصويت في يوم الانتخابات يتم وضع المغلفات مباشرة في المربعات. حسناً، ولكن ماذا لو كنت أعمل في ذلك اليوم؟ يمكنك التصويت مقدماً في العديد من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. يمكنك التصويت مقدماً بنفس الطريقة. في الوقت نفسه سيتم وضع المغلفات وبطاقات التصويت في مظروف أكبر، سيتم لصقه ووضعه في صندوق المستلم. عندما تقوم بالتصويت مقدماً يمكنك التصويت في أي مكان، ولكن في يوم انتخابك تصوت على المستوى المحلي الذي تم استدعاؤك إليه أو محلية، نظراً لأن البلدية هي مكان التصويت المبكر. ثم يتم عد جميع الأصوات معاً، وفي ليلة يوم الانتخابات يتم معرفة من فاز. حسناً، ولكن ماذا يمثل تصويتي؟ قد يبدو الأمر قليلاً وكأنه صوت الجمهور، لكنه يدور حول شيء كبير بالفعل. للقيام بذلك لإظهار أنه يعتقد أن البلاد يجب أن تكون ديمقراطية، تعتقد أنها مهمة أيضاً. هل تريد أن تعرف من الذي يمكنك التصويت له؟ استمر في الاستماع يا صديقي.